السلام عليكم. نتكلم النهاردة عن شاعر غنائي كبير، وهو الأستاذ الشاعر حسين السيد، الذي ولد في 15 من مارس سنة 1916، وتوفي في 27 من مارس سنة 1983. وينحدر هذا الشاعر الكبير من أم تركية وأب مصري، ويقال أنه ولد في إسطنبول، وحضر مع أمه من تركيا لمصر وعمره عامان، وأقامت الأسرة عند خاله في مدينة طنطا، وكان خاله شيخا لأحد التكايا التي يتجمع فيها الدراويش الذين استمع لهم الطفل حسين، فبدأ إحساسه بالموسيقى والشعر، وأتم دراسته الابتدائية في طنطا، ثم جاء إلى القاهرة، وكان والده تاجرا كبيرا، ودخل مدرسة الفرير الفرنسية، وتفوق على جميع زملائه في اللغة العربية، وحصل على البكالوريا، وهي شهادة إتمام التعليم قبل الجامعي عام 1937. وأراد أن يلتحق بكلية الآداب لإشباع هوايته، ولكنه اضطر أن يحل محل والده في توريد الأغذية للجيش والمستشفيات الحكومية، لأنه الولد الوحيد لأسرته والمسؤول عنها. كان حسين السيد يتمتع بقدر من الوسامة ونضارة الشباب، وكانت أمنية حياته أن يصبح نجما سينمائيا، وتهيأت له الفرصة عندما أعلن محمد عبد الوهاب عن حاجته لوجوه جديدة للظهور في فيلم يوم سمعي، وذهب في الموعد المقرر، ووقف في الصف في انتظار دوره للمثول أمام لجنة الاختبار المكونة من محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم والفنانين سليمان نجيب وعبد الوارث عصر، ووصل إلى مسامعه حوار بين عبد الوهاب وكريم يفيد بعدم توثيق أكثر من شعر في كتابة أغنية أحد المشاهد. لما جاء دوره للوقوف أمام اللجنة نسي ما جاء من أجله، وطلب من المخرج ومن محمد عبد الوهاب أن يتيح له فرصة كتابة هذه الأغنية، وبعد رفض واستنكار لطلبه في البداية وافق عبد الوهاب على طلبه، وشرح له موقف الأغنية في الفيلم. وفي اليوم التالي كان حسين السيد في مكتب عبد الوهاب يقرأ له أغنية اجري اجري وديني أوام الصن، واستعاد عبد الوهاب سمعها أكثر من مرة وأعجب بها، لأنها تعبر بصدق عن الموقف والمشهد المطلوب. وسأله على الفور: هل تناولت العشاء؟ فدهش وقال لا، فقال له: هيا بنا نتعشى سويا. وحياه عبد الوهاب وطلب منه أن يصرف النظر عن التمثيل ويركز على تأليف الأغاني، ورفض حسين السيد أن يتقاضى أجرا عن هذه الأغنية، وأصبح أعز صديق له مدى الحياة، وأخصب شاعر غنائي كتب روائع موسيقار الأجيال، ونسي أمنيته في النجومية مكتفيا بأن يقترن اسمه بعبد الوهاب. ولكن حسين السيد كان يعتز بأغنية الحبيب المجهول التي كانت سببا في تعرفه على زوجته التي أصبحت هي ملهمته وأم أولاده. وهكذا بدأت رحلة الشاعر الغنائي حسين السيد، الذي أصبح مؤلفا لمعظم ألحان عبد الوهاب، التي فتحت أمامه باب الشهرة والنجومية، وكتب مئات الأغاني التي شد بها ألمع المطربين والمطربات، فقد كتب تقريبا لكل المطربين في مصر، وكان قريبا من الرئيس أنور السادات. وكتب حسين السيد الكثير من الأغاني في مضمار الحب والوطنية لأعظم المطربين والمطربات، كما كان رائدا لأغاني الأطفال مثل أغنية ذهب الليل وأغنية ماما زمانها جاية لمحمد فوزي،
وأغنية حبيبة أمها التي غنتها صباح، وأكلك منين يا بطة لصباح أيضا. وكان أيضا رائدا لأغاني الأسرة مثل ست الحبايب لحبيبة، والأخ لفايزة أحمد. كما ابتكر حسين السيد طريقة جديدة في الشعر الغنائي، وهي أن يكون الديالوج الغنائي من نسيج سيناريو الفيلم بدلا من الحوار، مثل حكيم عيون وهقول لك ايه بين عبد الوهاب ورقي ابراهيم. وابتكر اغاني عاشق الروح، ساكن قصادي، وعايز جواباتك، وفاتت جنبنا. وفي مجال الاغنيه الدينيه كتب اغنيه اله الكون للصنباطي، ومزج بين الغناء الديني والوطني كما في اغنيه الصبر والايمان لعبد الوهاب، الى جانب اناشيد وطنيه رائعه مثل دقة ساعة العمل الثوري والمارد العربي وصوت الجماهير والجيل الصاعد. كتب أيضا أوبريت مصر بلدنا لفايزة أحمد، وقدم أجمل استعراض في السينما اللي يقدر على قلبي ليلى مراد. وقد مارس حسين السيد هوايته في التمثيل في فيلم رسالة من امرأة مجهولة لفريد الأطرش ولبنى عبد العزيز، ومن إخراج صلاح أبو سيف، كما مثل مع شوكار المقطوعة الشعرية أنت مسافرة. وقد كرم هذا الشاعر العظيم، وسجلت شركة صوت القاهرة أشعاره مع الفنانة مديحة حمدي والإعلامية الكبيرة نجوى أبو النجا. وحصل حسين السيد على وسام العلوم والفنون في عيد العلم في عهد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وكرمه الرئيس السادات في عيد الفن. ونستمع الآن إلى مقطوعة أنت مسافرة مع شوكار. أنت مسافرة والأول مرة تغيبي عني، أنت مسافرة والأول مرة تروحي مني، والأول مرة الضحك في عينيكي بكى، والأول مرة بشوف جمالك في البكا. الدموع دي وصيتك خليها لي في غربتك، الدموع دي عندي غالية عايز أشوفها في ابتسامة، عايز أشوفها مرة تانية وانت راجعة بالسلامة. مش عايز منك هدية تشتريها وانت جاي، الهدية ان الاقي دمعتك في الحب هي. عايزك انت، ايوه انت، ترجعي لي زي ما انت بالجمال ده والهيام ده اللي انا شايفه النهارده. الدموع دي وصيتك خليها لي في غربتك، الدموع دي عندي غالية عايز اشوفها في ابتسامة، عايز اشوفها مرة تانية وانت رجع بالسلامة. اوعي تبكي لحد غيري مهما حاول مهما قالك. العيون دي ملك قلبي اشتراهم يوم محبك، والدموع دي ملك حبي. يعني مش ملكك لوحدك، غيبي شهر اتنين تلاتة بس دايما ابعتيلي دمعة واحدة من الدموع دي وانت قاعدة تكتبيلي، هحس بيكي من لون كلامك ساعة عينيا ما تبوس حروفك، وديكي عارفة طبعي في غرامك بحس بيكي اكتر ما اشوفك. الدموع دي وصيتك خليها لي في غربتك، الدموع دي عندي غالية عايز اشوفها في ابتسامة، عايز اشوفها مرة تانية وانت راجعة بالسلامة.